مرحبا. اجتاحت الحرائق الحرجية ولاية واشنطن وعرقلة الرياح الحارة والجافة جهود رجال مكافحة الحرائق اللي انتشرت على مساحات واسعة، وأصدرت الهيئة القومية الأمريكية للطقس أعلى درجة تحذير تحسباً لمخاطر الرياح الساخنة وتصاعد ألسنة الحرائق. وبالإضافة إلى واشنطن، شهدت عدة ولايات أمريكية 62 حريق ضخم وأتلفت 1.6 مليون فدان من الغابات، وأجبرت الناس على مغادرة منازلهم القريبة لمنطقة الحرائق والانتقال إلى مراكز إيواء. بالعودة لطقسنا، طقس صيفي معتدل ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة، رطوبة عادية بحر معتدل موج وحرارة 129 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية وضباب على المرتفعات. وبنبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 26، على المرتفعات عم توصل لل 24 بلبقى 14 والأرز 12، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن 28 بنبدأ من الشمال، المينا 30، حالات 30، المنصورية 30، وسط بيروت 31 درجة، وصريفة 30، مارون الراس 29، أرنون 28، المطلة 26، المنصورية 30، ترشيش 33، عرسال 35، بشري 24، والخرايب 34. أما الرطوبة فبتتراوح بين 45 و80%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كم/ساعة. ريحة بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 26 أقصاها 31، نهار الأحد بتتراوح مثل نهار السبت بين 26 و31، والتنين بين 27 و32. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 32 وبغداد 45، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 29، ومننهي مشوارنا بلندن 16. وهيدا كان كل شيء. باي.